العظمى لقد صمت البلبل الغريب الذي ما فتئ يسبح الله بصوته العذب الشجي. نعم أحبائي، نجتمع اليوم لنلقي النظرة الأخيرة، نظرة الوداع، على جثمان نيافة أخينا الحبر الجليل والمثلث الرحمات مانا ثناسيوس أفرام برسوم، الذي لبى دعوة الرب الإله لأن يكون معه، فانتقل إلى الخدور العلوية بعد صراع مع المرض بشيخوخة صالحة، بعد أن جاهد الجهاد الحسن، أكمل السعي، فاستحق إكليل الحياة. المثلث الرحمات نيافة المطران أفرام خدم الكنيسة المقدسة كما تعرفون جيدا لمدة تزيد على 70 سنة، كإكليريكي أولا، فشماس وراهب فكاهن، ثم حبر جليل يشار إليه بالبنان. استحق محبة الجميع واحترامهم. كرمه قداسة إمام أحبارنا مار ناطف أفرام الثاني منذ أسبوعين تقريبا، في الثالث من شهر كانون الثاني من هذا العام، بمناسبة مرور 50 سنة على رسمته مطرانا وحبرا من أحبار كنيستنا، لا بل أميرا من أمرائها. لقد شغف منذ نعومة أطفاله بالمعارف، حفظ الكتاب المقدس، تعاليم آباء الكنيسة، وله في هذا المجال العديد من المؤلفات. وكان رحمه الله ونفعنا بصلواته المعلم في الطقوس الكنسية والألحان البيعية. لقد خدم الراحل الكريم أبرشية بيروت العريقة أو أبرشية لبنان لمدة تزيد على 43 سنة تقريبا، بكل ما أوتي من عزم وعزيمة وبكل تضحية وتفان، بذل الغالي والنفيس من أجل رفع شأن الكنيسة المقدسة في لبنان، وسيسجل له التاريخ بأنه طوال الحرب اللبنانية القاسية والصعبة من سنة 75 لل 91 لم يغادر دار المطرانية في المصيبة ببيروت، متحملا أقصى الظروف والصعاب، فكان بهذا العمل مثالا للراعي الصالح الذي يبذل